سيد رئيس، شكرا سيد المستشار. فيما يخص هذا السؤال انا بغيت نشكرك بكل الشكر، لان حقيقه هذا ميدان اللي عنده اهميه قصوى، واللي كيتبين هي مع الاسف هذه سنوات نقولوا ما بقاتش كتعطاه الاهميه اللي هو كيستاهلها. والقضيه ما تعلقاش غير نقولوا بالمسرح المدرسي، ولكن بكثير نقولوا من الأنشطة اللي حقيقة هي مهمة جدا فيما يخص التكوين والتربية. وفي هذا الإطار هذا طبيعة الحال كاين الأشياء اللي هي الآن كتم موجودة، وفي الخصوص في الميدان ديال المسرح المدرسي اللي هو الآن كي مدروج في كثير من المؤسسات من جهة، وهناك عنده واحد الوجه اللي هو وجه اجتماعي كذلك. في نفس الوقت كاين هناك مهرجان وطني للمسرح اللي كي تهيئ كل سنة، وهذا المهرجان طبيعة الحال الوزارة كتساهم فيه بكثير، وكثير كيسهلوا فيه جميع كذلك كثير من الجمعيات المدنية. تم تنظيم الدورة التاسعة هذه السنة في سنة 2013 ديال المسرح، المهرجان الوطني للمسرح الدراسي، وشارك فيها 19,000 مشارك. هذا رقم اللي هما لا بأس به. والسنة 2015 غادي عاوتاني نوجدوا وننظموا دورة أخرى. هذا باش نقول بأن كاين العمل اللي هو كيقوم. ولكن اللي بغيت نقول إلى فيما يخص هذه الأنشطة اللي هي مهمة جدا، كان واحد النقص كبير فيما يخص طبيعة الحال هذه الأنشطة في المدارس والمؤسسات. ولا لماذا؟ لان ما عندناش العدد الكافي للاساتذه والاستاذات، ونقدروا حتى التكوين ديالو تنقص منه. الان حنا كنفكروا واحد الطريقه جديده هي فتح مراكز التفتح. هذه المراكز التفتح غادي نفتحوها في جميع المدن وفي جميع الاحياء الممكن، واللي غادي يمكن يلجؤوا التلاميذ واحد العدد ديال المؤسسات، وغادي تكون هاد المراكز كتوفر على جميع الامكانيات اللي غادي تساهم في هذه الانشطه اللي هي تمشي مع التربيه، ومنها بطبيعه الحال القضيه ديال المسرح. شكرا لكم.